رمضان كريم عليكم مشاهدينا، كل عام وانتم بألف خير. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو فنان اشتهر بعبارة أطق بسيف. شنو اللي خلاك تتجه أول شيء للمسرح؟ من اللي جابك لهذا الطريق؟ حظي إي والله قسمتي، وإلا أنا باقي أحب الرياضة وغيرها، ولكن هي بالمدرسة تعرف فيها كل فنان بدأ بالمدرسة أكيد، وشافني المخرج عزي وهاب الله يرحمه أكيد استايلك أنت رياضي يعني إيه؟ استايلك حرام ضيعت إي والله شي بعد خبز كتروني إي والله صدق لعبت عود جودة كراتيه بس جودة؟ الحمد لله صرت مخدة نعمة نعمة وصلنا مرحلة. المهم فشافني عزي الوهاب كان قسم برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون 76 أنا الحمد لله قديم يعني بالفن قبل الإسلام تقريبا إيه. فمشت المسيرة بقسم برامج الأطفال لحد ما أستاذ أنت من أكثر الممثلين والفنانين العراقيين اللي يحبون المسرح، بحيث كانت تصير وياك هواي مواقف وأمور ورغم المرض إيه، لكن كنت تقول شفائي على خشبة المسرح إيه طبعا. شنو سبب هذا الشيء؟ المسرح مشكلة الفن هي من الله سبحانه وتعالى، هو غذاء يعني الله سبحانه وتعالى. أنا إنسان ما أمتلك شهادة بقدر ما أنه خلال ممارسة حياتي كلها قدرت أنه على المسرح أتمتع. المهم إضحاك الجمهور أحس أنه قدم الشيء للناس، يعني نقذتهم شويه من همومهم اليوميه. فالمسرح غير شكل، مو مثل التلفزيون، التلفزيون ممكن تيك 2 تيك 3 بس المسرح لا، انت وامكانيتك وجرأتك وقابليتك على ايصال المعلومه اللي عندك اذا كان كوميدي او جانب. خلونا ننتقل للاستاذ الفنان علي دشر، نورتنا استاذ مره ثانيه. اقرب الاعمال الى قلبك او اكثر الاعمال اللي تحس تركت بصمه بالشارع العراقي خصوصا ويا الاستاذ نزار علوان؟ اكيد التقينا بعمل اللي هو مسلسل بيت الطين. بيت الطين وبشخصيه شنشول التقيت ويا استاذ نزار بعده مشاهد، وكانت مشاهد ممتعه وجميله حلوه. اي حلوه اي، خاصه مركز الشرطه. مركز الشرطه اي، لما نقرا قلبك اي، يعني علاوي فنان راقي ولكن مع الاسف ماكو هناك ايدي تخدمه يعني توصله الى شو يسموها ساحه الابداع. جمعكم موقف اثناء تصوير مسلسل بيت الطين موقف كوميدي؟ لا هو دائما احنا يعني بالتصوير بالشغل نضحك نشاقة هو يعني علاوي كان ابهارات العمل تدر قلبك نوم بصر. خلونا ننتقل للصدفه اللي هم شبابنا من اشهر يوتيوبريه بالعراق. تقدر تحكي لنا شويه على قناتك؟ قناتي باليوتيوب تمام 6 مليون متابع و2 مليار مشاهده على اليوتيوب. مليار؟ 2 مليار يشوفونك؟ ما شاء الله والله شيء مفرح يعني الله يوفقه. شنو الساشا صدم؟ لا مو يعني ما انا ما تابع هاي القضايا ما ادري تليفون مع سلاماتي لكم يعني لا عندي، بس شنو شبابكم انتم يعني راح تتحملون مسؤوليه بعدنا نحملكم مسؤوليه الفن النقي الفن النظيف، وهسه حقيقه فرحتني الله يوفقك ان شاء الله. ازهر هل تؤمن بجيل استاذ نزار علوان يعني؟ من يا ناحيه مثلا من ناحية الفن اللي هم يقدمون الفن اللي يقدموه فن حلو نشاهده احنا صغار، بس عارفين هي سلسلة تعاقب الأجيال انه كل جيل لازم له دوره، لازم اكو حداثة بالفن. يعني هسه الفن اول ما بدا يعني كان ماكو تلفزيون، صار تلفزيون هسه اليوتيوب. ها انت هناك نعرف شغال تلفزيون كان ما حد يعرفه، كان شريك اول ما بدا الفن إيه صحيح إيه. اي طبعا البدايه حتى بعدك ما جاي للدنيا اي شنو ديناصور؟ لا مو انت تقول هو غير تاريخ تذكر اي صارت حداثه بالفن إيه؟ اجى التلفزيون اجى اليوتيوب، فلازم ان احنا ان حداثتنا ان لازم تطور اكيد جيل عن جيل يختلف. يعني شنو مثل الحداثه شنو يعني شلون؟ يعني جوز احنا افضل من عندكم تمام، انتوا كنتوا افضل من عندنا تمام. انت بس شويه الرقبه هاي لا تنقلب دير بالك، بس قل لي الحداثه شلون يعني توصلها لي يعني هسه انت عمرك ان شاء الله عمرك طويل يعني هسه انت عمرك نقول 40 او 50 سنه وانا عمري 26 سنه. طيب اليوم انا اوصل الفكره للشاب اللي اني كاتبها واللي اني صح يعني صح متوارد وياه تمام. متوارد؟ اي شنو متوارد؟ زين شنو استفاديت من الجيل القديم جيل استاذ نزار من مشاهدهم من فنهم؟ شنو اللي استفاديت؟ تعلمت منهم التواضع، يعني هم كان الفنان من يمشي بالشارع يعني من يجي شخص يقول له استاذ انا معجب بك يبا ولا صفحه اي حبيبي تفضل كذا، احنا لا تعلمنا التواضع عكس هذا الشيء،
يعني ما عندنا غرور، ما عندنا تكبر. يعني هل برايك الاستاذ نزار مثلا متكبر او متعالي على ما جديد؟ لا، البعض البعض يعني تعلمنا منهم التواضع وال... يعني يباعوا على صفح شلون يعني رقبته مصبوبه مثلا يعني معي ما يقدر يلتفت يباعوا عليه سيده استاذ هسام يعني يعني شلون؟ ليه تحشش علي؟ شنو الموضوع؟ لا مو متعصب شوي. اهدى اهدى. لا لا ما متعصب، بس انتوا احنا انا فرحان انتوا، انا التقيت مره بيكم نفس القناه. صحيح صحيح. برنامج استاذ برنامج نشوفكم انتوا كشباب. صحيح. احنا نكيف لانه خلص احنا وصلنا مرحله نسلمكم الراية لكم انتم. استاذ هسه احنا كل شيء نسوي يعني نمثل، نكتب شعر، خبطه. استاذ ما ادري شو اسوي، مو كل شيء اسوي اخي، مو انا عفوا. يلا لا تفضل استاذ، تفضل. لا استاذ الكوميديا اللي تحكي بيها هسه انت بالحوار انا اقدر احكيها، بس احنا نتجاوزها. ليش اقول اكبر مني وجوز زحمه ولقاء؟ لان تهمنا هذا اللقاء راح يشاهدوه جمهورنا، لان انت جمهور ما عندك. اعتذر اعتذر. شنو اللي استفاديته من حوارات المسلسلات القديمه اللي هي بجيل مثلا الاستاذ نزار اللي قبلها؟ بس هم هذول اثنين شو اسمه هذا المسلسل مال بيت الطين؟ لا لا طق بسيف، بس هاي السيف مالته ما ادري هسه زنجر بعد طق. وهذا يوم يذهب بالسجن. زين ايش حافظ من حوارات استاذ نزار؟ ما حافظ. الجيل القديم مو شرط الا استاذ نزار يعني. مو يعني ما متابع. بس اتذكر بس هو هذا اللي هسه حكاه يعني. شفته قبل فتره يعني مو متابع. لا اشتغل وياي، اشتغل وياي العمل اللي قدمته العام. ايه؟ اشتغل وياي. ايه؟ كان ادائك حلو، بس اتذكر اني بس مال اطق بسيف، بس يمكن سيف صار خنجر. اشتغلت وياه؟ اشتغلت وياه؟ لا هو برنامج فكرته يقول هو اشتغل وياي. ايه؟ احبتي المشاهدين خلونا نطلع فاصل، بعدها نرجع نكمل وياكم، ابقوا ويانا. يعني. عفوا استاذ انت مشتغل وياه؟ هو لا بقته قدم برنامج حلو العام، بس صار اللي سمعته قال اشتغل وياي. اي يعني اشتغلنا سويا. انت ليش لا انت ما قلت سويا، قلت اشتغل وياي. اكو اشتغل سويا واشتغل وياي واحد. لا اشتغل وياي يعني اشتغلنا سويا. زين عاده فكرك تقدر تشتغل ويانا استاذ؟ نشغلك ويانا يعني؟ صدق صدق استاذ ما دام فاصل شايف كراب اشتغل شنو يعني؟ شنو يعني نشغلك نجيبك ويانا بمشهد؟ تجيبني وياك بمشهد؟ ايه خف الله عليك. ليش؟ مو اكو قضيه قد يكون افكاري ما تتوافق ويا افكاركم. زين استاذ انتم يعني ليش العقدين؟ يجوز ما تطرحوه، ما تطرحوه الان. فاصل شويه عفوا. لا لا حسن ما له علاقه. لا بس هسه احنا ما دام الكاميرات طافيه. انا احترم كل الشباب المبدعين. تسلم. باللي يسموه اليوتيوب انا ما اعرف امانه يعني. اي استاذ انتم معكم على القديم صح؟ بس اي على القديم صح. اوكي اوكي اوكي. بس اكو قضيه انه ما تقدموه الان يعني ببذره طيب يعني او مستقبلا يخرج جيل يستفاد منكم. اي استاذ بكوميديا مثلا، مثلا بكوميديا وبرساله. بس احنا كوميديا هسه حتى صخره ضحك. بس قل لي فكره معينه شنو مثلا؟ احنا نعالج المشاكل اللي بالحياه اليوميه مثلا هسه مقاطع كرار اغلبيتها هي معالجه لحالات. نعم. الحاله هي حاله بالمجتمع. مثلا الشاب من يخطا في خطا، هوايك اخطاء يخطاها الشاب. انطيني فكره هسه انت. مثلا اعطيك فكره منها. الشاب اللي يترك مدرسته ويروح يقعد بالقهوه، هاي مشكله. طارحينه مو من زمان. احنا نعالج الجين نطارحه. اي مو احنا بعد بعد. يلا ايش عندك افكار جديده يعني؟ هسه بجيكم شالكو نرجيله الكترونيه. زين انت شلون تعالجها بالحداثه؟ انت كان عندكم النرجيله شو اسمه هذه دبه مال مي وتجيبون تخلون بيها صنده ويسحبون. خلونا نرجع استاذ نزار، نرجع من الفاصل. نرجع من الفاصل يعني. عودة من الفاصل اعزائي المشاهدين، مستمر وياكم، مستمره سوالفنا ويا استاذ نزار. استاذ نزار نصيحه او رساله تحب تقدمها لهم هم كجيل جديد؟ يامهم هم اثنين اي يعني هم جيل بشكل عام. الاخ مشتغل يعني. اوكي يعني واشرف بيهم اثنينهم وساعدي على الراس. الله يسلمك. يبقى قضيه انه حاولوا لا تخلون الماضي يعني بوضع استهزاء او ليس اساس. لا احنا ما نريد ندخل اساس الموضوع. تعتمد عليه كل الاداب والعطاء والتاريخ والدنيا والشعوب وكل الدول. الماضي هو اساس، الحاضر نتاج الماضي. فاتمنى التوفيق. استاذ اذا صادفك فد عمل مسلسل او فيلم معين طلبوا من عندك انه ترشح اسمين ثلاثه شباب ممكن انه تخليهم وياك بعمل؟ ما استهين بهم، بالعكس شباب حلوين ووجههم تلفزيوني، بس ما جازف ارشحهم. ارشح علاء وممكن يعني علاء مشتغل مسلسلات يعني سعد هو مسلسل واحد. انت مقول تجيب بس جماعتكم ما تعطون فرصه للشباب. انا مو مخرج حتى، بس انا ما اقدر اجازف بيكم. زين احنا بالمقابل هم نقدر نجازف بيكم. زين اذا اردتوا تقدمون فد مشهد معين لاستاذ نزار حتى يصير روح التعاون بيناتكم. تمام. بين الجيل القديم والجيل الجديد حتى نربطكم سوا، ف
فرضا انه تقدمونه في مشهد معين صغير، شنو راح يكون يعني؟ يعني مشهد صغير؟ اوكي، مثلا عندنا مشهد كوميدي او كوميدي او جاد، يعني نخلي ندخله بالمشهد يعني فد نضيفه. هو ما بيشتغل، ما نقدر يعني. لا هو نجيبه فد 20 ثانيه، شايف هاي اللقطات البطيئه يعني تصير من الماضي هاي. ما بيشتغل شنو يعني؟ قبل 10 سنين الله اشتغل له مسلسل بالنسبه لعلي، يمكن مو اسمه علي. تاخذ كومبارس؟ ايه تقول 20 ثانيه تاخذ كومبارس؟ لا استاذ، يعني قاعد انت معلوماتك عني يعني شنو؟ ايش مشتغل؟ انت مشتغل بيت الطين؟ انا مش بس هي هاي مال بيت الطين، هو هذا السمين مو؟ ايه بس شنو؟ عيب لا تقول سمين، قول استاذ نزار. استاذ نزار نجم. اقول لك استاذ انا ما اعرف. لا عيب تقول سمين استاذ، هو اسهل يعرف انا اشتغل وياه. انا ما اعرف. زين خلونا نسمع المشهد. اهدا استاذ علي، خلونا نسمع المشهد. بس قبل هاي قبل المشهد بس خلينا نشوف. انت شايف الاعمال حتى تقول شفت لك ملتقين احنا؟ ما معقول يعني. ايه ايه بسرعه تنسى. لا ما انسى. انا اقول لك المسلسل اللي نجمت به مال اطقه بسيف. لا قبل. اي اطقه بسيف. لا قبل. وبيت الطين، وعلي طلع بس ببيت الطين يمكن لقطة شباك مال سجن اعتقد. اي شباك. صار حقه. زين استاذ شنو؟ بس احنا نجوم. ممكن تسمع من عندهم يعني المشهد؟ ممكن يصير روح تعاون بيناتكم تشتركوا وياهم؟ لم استاذ كرام. يلا يارب تفضل. اي استاذ عادل، بس نضيف لانه انت اكثر انسان تدعم الشباب. 20 15 ثانيه، لان احنا مشاهدنا قصيره. مو هو 18 ثانيه. اي هذا المشهد. سولف لنا المشهد. زين اقترحوا اكثر من مشهد واخلي استاذ نزار هو بنفسه يختار. ما اقبل يقول على ستة. لا ما يخالف. يلا خلونا نسولف. لؤي بس خلنا نسولف. يلا مو اسمه استاذ لؤي؟ فنان رائع علي دشر. نعم على راسي. اليوتيوبر الرائع مبدع. فدوى قلبك أزهر. اخويا كرار اليوتيوبر النجم. اخويا نزار. حبيبي أزهر. على المزاد من السيارات. نعم حقه استاذ خطيب. المشهد اللي راح اضيفك به طبعا احنا هسه راح اضيفني به يلا. اي لين هسه حوارات ليش انت ابسط مثال لك انه هسه هاي القعده اللي احنا قاعديها راح تنزل الحلقه وشوف الجمهور ايش راح يكتب. والجمهور راح يجي من يا قنوات. نعم. من قنواتنا اكيد. نعم. يعني يجوز يجون من عندك 5000 10000 يعني. والله اذا واحد يشرفني هذا مع عراقي اذا واحد يشرفني. هي مو بالعدد بقدر ما المتلقي من يفهمني. انا من احكي او انت او حضرتك او اي واحد او حتى الست اذا تحكي ما دام يفهمني اذا الواحد يعادل المليون. صحيح. تمام. انت ليش تعصبت من قلت لك مليارين؟ يعني بدل ما تدعمني يلا خلينا نسمع المشاهد استاذ استمع لهم. يلا المشهد هذا مشهد كوميدي. تخليني احكي شات قطعت كلام هو الاستاذ لازم يصير ما شاء الله. نعم تفضل. المشهد احنا كاتبين 7 دقائق راح نضيف فوق المشهد 20 ثانيه وبهارات ومبصر سام قلنا لا تعشس هسه شنو يلا مو دخلك جو خلي دخلك تعصب ريلاكس ريلاكس 20 ثانيه بنهايه المشهد دور الكاميرا كرار يصعد بالسياره يروح مال المي مال المي ضيف احسن مال المي من والله مال مي؟ ايه مال صوندا من قاعد بالحديقة؟ ايه ها كرار بنص المشهد، لا هذا حضيف بنص المشهد يلا بنص المشهد كرار قاعد بالحديقة بعد ما متفقين على صيغة الإضافة والحذف؟ لا لا هسه عندنا مشاهد كوما يعني على مودك على مودك ايه يعني هو قلت لك المشهد 7 دقائق ها؟ لا استاذ هم راح استاذ نزار هم راح يطرحوا لك أكثر من مشهد وأنت اختار اللي يعجبك ايه يلا بنص المشهد يعني بالدقيقة 3 يمكن أضيف لك 20 كرار قاعد بالحديقة يخابر واكو صوندا مال مي بالحديقه. فيجي الماطور يشتغل المي يصير قوي تفلت الصوندا. انت تجي تشكل الصوندا وتسد البوي هاي. هاي استاذ نزار هذا مقارنه بمشاهداتكم يعني. استاذ نزار راح اطق راح اطش الشكل. استاذ نزار نجم يشتغل هيك صوندا؟ مو زين. يعني انت مقتنع بهذا الحكي؟ مشهد كوميدي لا هاي مختصر من المشهد يعني 20 ثانيه المشهد مشهد 7 دقائق كان سالفك اياه يطول. يعني انت كومبارس؟ لا ما اقبل هي. لا والله ما اقبل. وهنا استاذ نزار بدا يتظاهر بالاسترخاء، لكن احنا انتبهنا عليه وشفنا انه الشرار قام يتطافر من عيونه وبدا يستفز. جوزي انت ما تقبل بس احنا المشهد مالنا اعطيك 200 دولار. مقارنة بمشاهداتهم على اليوتيوب 2 مليار يعني هذا الشيء كلش حلو. والله بده يحكي لنا بلغة الدولار. وعندهم مشهد جدا قوي يعني مشهد الطشت من فوق السطح. طشت شنو هذا؟ كلش حلو. ما طشت هذا مره طشت يلا طافي وقع عليه مي والله صدق حشو عليك ما اقبل لا استاذ بس واحده صار كم ساعه طشت تفضل لو اي العفو استاذ علي تفضل بس تقاطعنا فدوى تفضل المشهد ما طشت كذا راح يطير هو سكيه يقول لك 200 دولار المشهد ما طشت كرار من فوق السطح يشمل علي طشت
فانا اوخر يوقع انت سوي طش خوف الله عليك رجع الكبار استاذ نزار رققه كاميرات الطش لا استاذ طفيناه ورحنا فاصل طش طش سوى ايش؟ اي فاصل استاذ لان صار حكي يعني نقاش متفق عليه معقوله هاي اخلاقياتكم وانتم تتعاملون شو اخلاقكم؟ زين استاذ عندهم موهبه غير التمثيل عندهم موهبه الشعر الشعر القصيده اللي سمعتوني اياها اسمعك شعر؟ اسمعك شعر قصيدة هاي هسه كتبتها قبل ما ادخل البرنامج قبل يعني قصيدة تقشعر لها الابدان استاذ متحمل من خاطر هذا اقوم واقف يعني اي تفضل تفضل جو الك اسهر هاي ترى طافي الكاميرا بدنا نسولف ايش فيك شوي استرخي ايش فيك استاذ خلنا اقرا بس خليه يقرا القاطعه هاي لازم خليه يدش يعني عم صورنا سناب ولا اكو سياره لا مو هاي يا استاذ كتبتها استاذ عذرني لحظه انا ما حافظها يلا راح لحظه كرر ولا اكو سياره علوف ولا طلي حوف الله لان نايم يا شليف الصوف الله نايم والبعوره تحوف الله طبعا من خلال برنامجكم لازم نشجع الزوالي هذا من التراث الشعبي الله تحياتي لكم للقناه والكادر شنو رايك استاذ الله قدرت اسوي لقاء المخرج يعني البرنامج هو قال البرنامج في اسئله واجوبه زين الاستاذ عنده قصيده الهر قصيده الهر شباب الهر شنو قصيده الهر هذه قصيده ايضا قصيده لها الابدان قصيده اقراها يعني قصيده الهر اسمع اسمع استاذ انت هسه بعدك ما مقارنه قصيده معك حققت مشاهدات كلش عاليه على اليوتيوب هاي مال بعوره؟ لا لا اللي وراها هاي استاذ عادي احنا يعني ممثلين بس اقرا لك شعر عادي يلا تفضل ترى فاصل اذا نسولف بيناتنا اهدى ايش قد ما تنثر زهر يطلع لك ازهر هر هر استاذ هاي الهر هر ضاعت قبل من واحد يقرا يعني يقرا قصيده طلعوا الموسيقى هاي هر والحيه تطلع من هاي الهر هر يعني صدى يلا مو من ضمن القصيده بس هي صدى المهم تمام ايش قد ما تباوع الزهر على الزهر يطلع لك ازهر الله هر هر اي استاذ تسويها ولا بس هاي يعني صدى لازم تنضع هذا صدى مو هر لا اي استاذ يلا وياي وبعد ماكو سمك يزهر لان اكو ازهر تر تر لا مو تر هر استاذ شنو استاذ هر 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 هذا كتبته مناشده حتى الثروه السمكيه ما تروح لازم تبقى يعني حيه هذا الشعر موجه من خلال قصيده وبها رساله جدا قويه استاذ يعني الحمد لله قصايده كلها بعران وزهار وصخور استاذ شنو ما يفيدنا بالشغل ما تفيدنا اقعد ما تفيد انت اصلا انت يعني اليوتيوب على راسك انت الان لو فنان حقيقي تبرز بالشاشه اما الان قاعد لي تر وبر شنو هذا اخ 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 لا 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 استاذ استاذ راح اصورك وافضحك خلى صوره ونشره اضرب اضرب ارجع صورك ونشره ارجع استاذ هاي صوره صوره هذا استاذ علي انا عشان اريه انا اسويها وياك عشان اضرب اسمه اضرب كل احد اضرب مغرب 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 والله كاميرا خفيه مقلب مقلب كاميرا خفيه والله هيك تضرب مقلب مقلب استاذ على البارد من خلال قناه الطليعه قوموني انت وين عم تطبخ يا رياضي؟ استريح استريح استاذ استريح انجلتي وينها؟ وين هذاي؟ انا اخذت من بابي استريح استريح خلينا نختم حلقتنا كان هدفنا من هذا المقلب وهذا اللقاء جميل ان نرسم البسمه على شباب مشاهدينا مشاهدي قناه طليعه ايش تحب تقول لجمهورك؟ والله اولا انا فرحان بالشباب حقيقة يعني شكراً لك أستاذ شهادة وأزهر وعلاوي بدر قلبك وأنتي أم خني وأنا السواعد على الراس الله يعوضك شكراً لك أستاذ أنا قبل أجي كل التشريف طلع من خشب أزهر حبوبي بدر قلبك تسلم لي شهادة أزهر فنان مستقبل شهادة حبيبي كنت من أكل موفقية تسلم لي حبيبي أستاذ وعلاوي الحقيقة بدر قلبك أشكركم شكراً جزيلاً كلنا ما نعرف شلون نعتذر منك أستاذ نزار على هذا المقلب لكن إحنا غايتنا هو إسعاد المشاهدين إلى هنا انتهى مقلبنا ويا أستاذ نزار لكن مقالبنا مستمرة ويا باقي فنانيننا خلينا نشوف بحلقة باكر شنو راح يصير الآخرين اللي بس برمضان مدفع ما أعرف إيش شنو قصدت لا ما قصدت أنت مضغوط ها أنت مضغوط الله يضغطك كون إن شاء الله صار ساعة تجاوز علي وتضغط علي بس السريع أنت ويانا بمقلب كاميرا خفيف مقلب على البارد